المونديال بكل دقيقة، المونديال بكل الفقرات، المونديال بكل الأحاديث، حتى بيوتيوب مع جون. ما في حد. شو حابين تتغدوا اليوم مثلا؟ بلجيكا وانه ايه اليوم توجه حلوين. اول شيء بحب اقول لك هيدا الكاس هالسنه اكيد نعرف مين رح يربح. اكيد نعرف مين رح يربح هالسنه، مش رح كمل وما علي مع التعليقات اللي خليهم امبارح، ما علي بتوقع انا اليوم. ما في شيء عيب، هيدا لعب. رح نحكي اليوم على يوتيوب على مثل الجايات اللي بينعملوا للفوفي للورد كوب. هلا الجايات اللي بينعملوا للورد كوب هن اكثر بحبوا يعني يركزوا على كيف. اول شيء في عندك مثل تايم زون، خلينا نحكي يعني مثل هلا نحن المنتوشة عندنا بيسابوا على الساعه 7 او على الوحده، في عندك منتوشة ببلاد ثانيه بتسابوا عندهم المنتوشة على الساعه 10 على بكره. في جايات عم يعملوا عن تايم زون، في عندك جايات بيلعبون على كيف الفير بلاي، يعني كيف انه لازم تكون وان جيم وان وورد، انه كلنا مجتمعين، كل الناس مجتمعين حتى مع اختلافاتهم، حتى اذا انا بشجع فريق حدا ثاني بشجع فريق ثاني، مجتمعين على سيم جيم، كله على الفوتبول عم نحكي، عم مجتمعين عليها، يعني تجمع العالم قد ما فيها. مش رح نطول على المشاهدين، رح نحضر اول فيديو مع بعض. I'll be out of the office the rest of the afternoon. يعني هون بتشوفي في عندك ديفرنت كاونترز. نعطانا هلا دقيقة كان جاية، دقيقة في شفتي شي 10 دول، 10 دول كلهم بتشوفيهم يعني كل واحد ديفرنت تايم زون، بس كلهم ذات الوقت عم بيروحوا ليحضروا الجيم، واحد عم يفل من الشغل، واحد عم بيظبط القعدة برا، واحد على بكره يعني، في عندي كمان بغانا على البسيكلات وقت عم يمشوا التي في، يعني فرجوكي حتى الشعب مختلف عن بعضه، بس كلهم عم يلعبوا تو واتش ذيس جيم. رح نكمل بثاني فيديو. حبيتي اول فيديو؟ ايه ايه. بنكمل بدي اعرف، ما فيني اقول لا، فيني اقول لا؟ فيك تقولي لا اذا ما حبيتيهم. بدي اعرف بالاخر اي احلى واحد فيديو. يلا هلا بنشوف. بنحضر ثاني فيديو مع بعض. شوي قوي. شو القوي؟ أول يعني الفيديو حلو يعني. الفكرة شوي قوية. فكرة يعني كثير قوية. بتلاحظ يعني وقتك عم تحضر الجاي حتى هن الديسكربشن تبعها بيحطوا لك بس كوميرشال، لأنه الشغل اللي نعمل عليها الإفكت اللي نعمله يعني شيء كثير كبير للجاي. والفكرة منها يعني بعتقد متفاهمين إنه كلنا يعني ون جيم، عم نحضر ذات الجيم، عم نحضر ذات الماتش على ملعب واحد، يعني كان العالم صار ملعب واحد.
شو رايك بالمونديال لهلا؟ للمونديال بجنن. مفاجآت كبار. مفاجآت كبار، انا حاطه اليوم بالسؤال انه في كثير مفاجآت، وفي كثير من يعني عادة اللي بنعرفهم وايا بيبقوا بالمونديال وبالفوتبول عم بيطلعوا على بكير. هل بتغيروا فريقكم اذا فريقكم ظهر برا؟ اكيد لا. بنغير ولا ما بنغير؟ اكيد لا اكيد لا. بنحضر تاني. بتعرفي شو ذكرتني الجاية؟ في شخص بيقول الفوتبول هي 22 شخص عم يلعبوا دور الطابة 90 دقيقة وبالاخر الالوان بيربحوا. نحضر ربع فيديو. لا تعليق لهلا، تركت لك اياهم للاخر. Adversários não vão gostar nada, nada. Mas a TAM vai trazer nossos craques para jogar em casa. TAM, um mundo por você. يعني قد ايه بيجربوا الناس يعملوا شيء لما يقدروا نحضر لما يقدروا مثل اللاعب كان يروح على المونديال، وفي ناس كمان بيعملوا كثير قصص ليخسروا الفريق، يعني مثل امبارح كان كل شخص عم يشجع برازيل، اسبانيا، برتغال، كل البلدان عم يشجع غانا، ما كان حدا عم يشجع المانيا. انه اذا ما بدهم يشجعوا المانيا كيف يعني؟ اكيد طيب انه ليه دغري يصفوا بس مع غانا؟ يصفوا مع على الحياد فيكم تكونوا مثل سؤالك اليوم نائب النفس. لا ما في حياد اليوم، متى اقول لك؟ يعني عم بيقولوا يلي الاجوبه اللي عم تجي انه يلي عم بيشجع الفريق في حدا حاطط لي من الوريد للوريد يعني انه للموت ما بغير للموت لو ما شو ما بتفق معه. طيب نحن رح نشوفك بعد شوي اكيد ما قدرنا نختار لانه كلهم حلوين. ميرسي لك. ولو بريك صغير ونرجع نتابع.